ان شاء الله ان انا اتكلم في ريسنت ستاتس الدايبيتس بشكل عميق شويه. خلينا ناخد بانوراما دي نطلع تيك هوم مسج اسهل، ولو في حاجه بعد كده نقدر ان احنا نخلصها. طيب سكسس تراين، احنا كلنا بنتكلم في الهيلث كير سيت. ايه عوامل النجاح بالنسبه لي في الميديكال فيلد؟ انا بالنسبه لي في الاول في الاخر كلنا بيشنت اورينتد، عاوزين المريض بتاعنا يبقى احسن صوره او احسن شكل. ايه سكسس تراين؟ يشمله الهيلث كير بروفيشنال. لو احنا بنتكلم في السكر، كلمه الهيلث كير بروفيشنال هي مش عاوز اقول الدكتور، لان للاسف الدكتور هو عامل من العوامل المهمه جدا، بس محتاج حاجات كتيره تساعده عشان يقدر يدي الوظيفه بتاعته في السكسسفول تراينج او تراين. ايه الحاجات اللي محتاجها؟ محتاج نيوتريشنست بشكل كويس، احنا بنتكلم في السكر. محتاج دايبيتيك نيرس اديوكيتور. عشان كده لو احنا نقدر نقول ان احنا عاوزين نشتغل ريسنت ترانز اند دايبيتس، دايما الدكتور عليه عامل مهم جدا، بس في عامل مساعد هو ما يقدرش يعمل كل حاجه لوحده. وبنبقى منتظرين مننا احنا كدكاتره ان هو والله انا المفروض اروح للدكتور يقعد يسمعني كويس جدا ويعرف يحسب لي كاب كاونتنج وفي الاخر يقول لي اعمل ايه. هو الراجل هو عنده ربع ساعه تلت ساعه، المفروض دايبيتيك نيرس اديوكيتور او نيوتريشنست يعملوا القصه دي بديلا عنه. طيب بيشنس وتول اوف ثيرابي، يمكن التلات حاجات اللي احنا شايفينهم اذا كان البيشنس جزء مهم جدا. هنقول والله البيشنس ده مريض، هو ايه دخله؟ البيشنس هو بيشنت كومبلاينس. لازم يبقى في الاول وفي الاخر يوم ما اتكلم على ريسنت ترند الدكتور فاهمه بشكل كويس، لازم المريض يوصل له الفكره بنفس الطريقه. الفكره اللي هتوصل له دي هتوصل له ازاي من غير نولج؟ لازم المريض نفسه يبقى عنده نولج، هو عارف هو عنده ايه المشكله. يمكن بنشوف كتير قوي عندنا من المرضى يقول والله انا ما بحللش، مش عاوز احلل. طب انت مش عاوز تحلل ليه؟ في سبب. لو انت عارف المشاكل، لو انت ما حللتش اكيد هتحلل. فالتول اوف ثيرابي اختيار وسيله العلاج. الحاجات دي كلها يمكن احنا حاولنا على قد ما نقدر نشتغل عليها بشكل كبير. يعني مثلا في الريسنت ترانس دايما بتكلم عن الحاجات الحديثه، لازم ندي الحلول. انا النهارده الهيلث كير بروفيشنالز محتاجين ايه؟ محتاج تريننج ان هو يتدرب بشكل معين على الريسنت ترانس. مش عيب النهارده ان انا اكون شخص بشتغل في السكر بقالي 15 سنه ان انا اسمع حاجه جديده واتدرب عليها، دي مش حاجه غلط، مش حاجه عيب. ومش هتدرب لوحدي، انا عاوز قبل ما انا اتدرب عاوز التيم اللي عندي يتدرب بشكل كويس. يمكن الكلام ده شفته الحقيقه في المنصوره هنا، زي ما بنقول من 15 سنه مع الدكتور ربنا يمسيه الخير احمد الزين. كان مهم جدا عنده حته اللي هو التدريب بتاع التيم عشان ابقى فاهم الترند اللي انا هتكلم عليه. انا بس مش جبت جهاز او جبت حاجه ثيرابي جديد وقلت المفروض عندي انسولين بامب او ايا كان. نمت النهارده انسولين بامب ممكن المفروض حاجه احدث بعد كده. عم كانت الترانز عموما لازم انا بوصل المعلومه، بوصل معلومه للدكتور المساعد النائب للممرضه للنيوتريشنست. طيب ستادس وبروجكتس. ستادس زي ما احنا بنقول دايما اي حاجه عاوز ان انا اثبتها لحد بيبر او ستادي على طول، لان هو ده الكلام ده. انا ممكن اتكلم واقول حاجه كويسه او وحشه، لكن لما اتكلم في تقريبا معظم الدول المنطقه عندنا بتستخدم ريسنت ترانز في التامين الصحي بتاعها للمرضى، مش عشان كود الفلوس او عاوزين السوق، هي كوست افكتفنس ستادس كلها. فالكوست افكتفنس ستادس دي جزء كبير احنا دورنا كدكاتره ان احنا نساعد ان احنا نعمله. طيب عندي بالنسبه للبيشنت، يمكن اول حاجه بقولها في البيشنت ان هو له الحق بالمعرفه. يعني بنقول للناس انت عندك مشكله في السكر او متعود ان السكر بيأذي حاجات كتير. يقول لك والله انا عارف ان عملي كذا وكذا 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 بس انا اتعودت. طب اتعودت على ايه؟ لازم افهمهم ان الادابتيشن ده اصلا مشكله. اتعودت على المشكله. طيب لو انا النهارده اديته امثله بشكل مبسط، يعني ده سوبرفيشن، السكر بيعمل ايه في الاعصاب؟ بيعمل ايه على الكلى؟ بيعمل انت بتعرف تطبخ كويس؟ بعرف اطبخ كويس. طب بتسوي ازاي؟ بتحط شويه سكر. حاجات بسيطه، بتسوي لحم، حاجات فيري سمبل. فالنهارده البيشنت لما يفهم ان هو الاعصاب بتاعته بتتهري بالشكل ده، يبقى عارف ان هو لو ما حللش او التايب كنترول بتاعه لو ما عملوش بشكل كويس هيوصل للمرحله دي. المسج بتجيله مره واحده، ويمكن احنا شفناها كتير مع ناس فيري ويل ايدوكيتد ومع ناس مش ايدوكيتد بشكل كويس. بس if you have the right to know الدنيا بتمشي كويس. طيب الفولو اب طبعا اللي هو بتاع المريض الكل، واختيار الفولو اب. انا النهارده ممكن اجي من القاهره للمنصوره راكب موتوسيكل او راكب عجل، هاجي في خمس ساعات، هاجي في ست ساعات، وصلت بس وصلت مؤخر، وصلت تعبان، وصلت مش قادر اكمل. لكن انا النهارده لو التول بتاعتي ان انا بوصل بيها للمنطقه مريحه،
اوصل بشكل كويس. بس المريحه دي مش معناها ان انا ما ببذلش مجهود. فلازم في التول ثيرابي لازم تسيت اكسبكتيشنز للمرضى ان مفيش حاجه نو في لانش، مفيش حاجه سحر في العلاج. اي كان العلاج اللي بيقدم لازم نبقى عارفين انه مش سحر، هو في جزء على المريض لازم يتعمل. لو انا ما عملتش السيت اكسبكتيشنز دي في الاول، يبقى انا برضو انا كواحد هيلث كير بروفيشنال قصرت في نقطه معينه، نقطه ان انا بعرف المريض المفروض ايه اللي يحصل. دايبيتس سولوشن بروجرس، خلينا نقول ان في حاجه اسمها انسولين بامب، في حاجه اسمها اي بورت ادفانس، في حاجه اسمها سي جي ام، في حاجه اسمها ديكستروجين. سولوشنز في السكر لا تنتهي، بس احنا بنتكلم في الحاجات الدوكيومنت اللي معمول عليها ابحاث بشكل كبير جدا، مش بنقول ريسنت ترانس هيتوافق عليها او مش هيتوافق عليها، الحاجات اللي اوريدي شغاله في الدنيا كلها. طيب خلينا نبتدي الانسولين بامب ثيرابي، ناخد انسايت عليها. ايه الانسولين بامب؟ الانسولين بامب هي عباره عن جهاز، خلينا نشوف هو فيه هنا مشكله. هو عباره عن جهاز صغير في حجم زي الموبايل، وبيبقى متوصل بالجسم بطريقه كانولا صغيره. ايه مزايا الانسولين بامب؟ الانسولين بامب هو بيشتغل بيزد بولز، نفس يعني فكره الام دي اي بس بشكل شويه فلكسبل. الفلكسبيليتي في السكر دايما بتديني نتائج احسن، لان احنا يمكن في مثال دايما بنقوله ما ينفعش اظبط فاريبل في الحياه بكونستنت. لو انا عاوز اجي من هنا لفوق لازم الف. فنفس الموضوع في الثيرابي، الحقن الى حد ما فيها كونستنت ليفلز بشكل معين. الانسولين بامب تديني القدره كطبيب ان انا اقدر ان انا اعدل جرعاتي بشكل كويس عشان اخد الفاريبيليتي واخد النتيجه الاحسن. بتشتغل بالالترا شورت اكتنج انالوجز. طبعا FDA approved من فتره طويله جدا، وهي حتى هذه اللحظه هي نعتبرها للاطفال بالذات هي الجايد لاين في التريتمنت. طالما ان المريض عنده سلكتيف كريتيريا بشكل معين متوافق عليها يبقى هو البامب ثيرابي. طيب هي ايه البارتس بتاعت الانسولين بامب؟ عندنا حاجه اسمها انسولين بامب، حاجه اسمها خزان انسولين، انفيوجن سيت، انفيوجن سيت انسرشن ديفايس، ميني لينك، والسنسور اللي هو بيطلع الحاجات بتاعت طيب البامب دي موجوده في مصر بقالها قد ايه؟ تقريبا هل في حد يرى؟ يعني تقريبا احنا بنتكلم 18 سنه بالظبط، 18 سنه الانسولين بامب موجود. هل الانسولين بامب اللي موجوده دي شكلها من 18 سنه زي ده؟ كان الاول يمكن مفيش حاجه اسمها سنسور، مفيش حاجه اسمها قياس السكر، يمكن احنا حتى دلوقتي في جهاز الدب فري ستايل، فالدنيا بقت الناس تعرف يعني ايه قياس الكلام ده. المفروض في البامب والسنسور بتاع البامب من 1999 تقريبا، احنا بنتكلم برضه من 20 سنه في سنسور. بس الدنيا في الفيز اللي اخر سنتين لا الدنيا بقت مش بسرعه، بقى في اوتوميتد بامب ان هي تقيس وتدي، بقى في بامب اوتوماتيك سسبند احنا بنعتبرها هي المرحله بتاعت الارتفيشال بامب. شكل البامب برضو عشان يبقى احنا متخيلين هو ده شكل البامب المفروض، ده الشكل اللي هو دلوقتي اللي هي ريسنت بامب. كان زمان يمكن لو حد كان شافه كانت بتتحط على الظهر، يعني في صوره كده بنعرضها في البرزنتيشنز شنطه. دلوقتي هي دي البامب. البامب دي هل دي تمشي لكل الاعمار؟ تمشي لكل الاعمار. هل في سيلكتيف كريتيريا؟ في سيلكتيف كريتيريا زيها زي اي حد عاوز عربيه مرسيدس يسوق. يعني اسوق عربيه مش هتوصلني من مكان لمكان، بس محتاج ان انا يبقى عندي عندي النولج الكافيه ان انا اعرف اسوق هذه العربيه. اذروايز ضروري. فاحنا لازم نستاك دايما على السلكت كريتيريا لاي علاج ايا كان، منه طبعا الانسولين. طيب خلينا برضه نرجع للانسولين بامب تاني. الانسولين بامب كانت مشكلتها الفتره اللي فاتت ان هي كانت اول بايك، يعني هي مكلفه. تكلفتها عاليه وكنا دايما عندنا الفيرد دايما بنقول ان التكلفه عاليه. الحقيقه ريسنتلي في اخر ثلاث شهور او اربع شهور في بروجكت معمول ابتدينا البايلوت بتاعه في المنتاش، ان هو بقت البامب نفسها كتكلفه لفئه معينه بقت نقدر نقول ان هي شبه المصري. فدي برضه من ضمن الحاجات ان شاء الله احنا فيها ان شاء الله بالمنصوره مع الدكتور اماني مع الدكتور اشرف، يعني ثمن البامب مثلا في الاكزامبل ثمنها 165000، دلوقتي ثمنها 32 من بروجكت. ليه فرق السعر ده كله؟ لان احنا
شايفين الفاليو، شايف الفاليو الحقيقي بتاعت المنظر المرضى، وعندنا مرضى كتير ما تروحش يعملوا حاجه زي كده. لما الاقي ان انا 32% في الفعاليات بيقيموا لاحقاص كتيره جدا اللي هو برضه سيستم التامين الصحي زي ما احنا عندنا هنا في مصر مثلا، كان في حرب كده بتسرق من المريض بيجي يدفعها. دلوقتي الجيش بيسرق في التامين الصحي، الشرطه في بعض حالات التامين الصحي. واي نقدر ان احنا يبقى في مسؤوليه مجتمعيه، نقدر ان احنا كلنا ليه مش كل مريض سكر يقدر لو كان قلت يبقى عنده ضغط؟ ليه لا؟ زيها زي القوقعه بتاعت الودن وزيها الكلام ده مهم. احنا بنشوف الكومبليكيشن، الدكتور قال لي اشهر ناس شغالين في قسم السكر بيشوف الاطفال قد ايه بيتعبوا عشان يعرفوا يظبطوا جرعه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا شغالين فيها ان شاء الله ويمكن مع الدكتور عمي يحكي اشهر مهندسين، الجزء بتاع البروجكت لغير القابل على سعر البنك، نقدر ان احنا ان شاء الله يعمل حاجه ويبقى ريديوس برايس، يقدر ان هو اي شخص مريض سكر يستخدم البنك. طيب لو انا النهارده في ريسنت ترانس ما عنديش انسولين بامب، في عندي حاجه اسمها اي بورت بالشكل ده. الاي بورت ده عباره عن كانيلا بورت، البورت ده بالسمبل بيتحط على الجلد وبحقن من خلاله الانسولين. في فرق ما هو ده من ضمن الريسنت ترندز وفهم الكمبيوتر. ايوه فدي البامب، شكل البامب الريسنت، وده الشكل الثاني، وهناك الصغير اللي جنبها ده الترانسميتر اللي هو بينقل عيادة السكر، وده شكل البامب قصه ثانيه خالص لما نلاقي سكر. ده شكل البامب على الجسم. طبعا كان في الاول الموضوع ده يمكن من 15 سنه كان مزعج جدا لناس كتير، بيقولوا ازاي امشي بجهاز والكلام ده كله. الحقيقه دلوقتي هي فيرست لاين تريتمنت بره في التامين الصحي، يعني زي ما احنا بنتكلم مريض سكر طفل يبقى لازم يسكر. دايت برضه هرجع اقول تاني مهم قوي السلكتيف كرايتيريا. دي الكومبوننت بتاعت الانسولين بامب. البامب تحتيه على طول الانفيوجن سات، انسرتر، خزان، وعندي الترانسميتر. ده الايبود، ده شكل الايبود، الشكل اللي هو اللي احنا شايفينه ده هو نفس فكره الانسولين بامب. ده عباره عن من اسمه ايبود، هو انسولين بورت او طريقه دخول لشكل الانسولين بشكل شويه مبسط. بدل ما بدي للطفل الصغير 12 مره في اليوم، انا بركب له ايبود وبيتحط لمده 3 ل 5 ايام تقريبا، بيحقن فيه انسولين. هل بيتحقن فيه حاجه ثانيه غير الانسولين؟ بيتحقن اي حاجه ثانيه. نفس الحكم. شامل جميع الاعمار، شامل جميع الاعمار. فبالنسبه لي الايبود يبقى شويه لسه على فكره الكلام ده في مصر المفروض ان هو ينزل في خلال اسبوع، بس شغال برضه ويل بايد بقاله فتره. خليني اقول لك ان هو تقريبا برضه البرايس مش متاكد منه قوي، بس انت بتتكلم تقريبا في حدود 1800 ل 10 بيسز. فبتتكلم تقريبا ان البيس اللي بتقعد 5 ايام تقريبا كمان هتقعد 150 جنيه. فطبعا برضه دي مش اقدر اقول ان انا اي نوع من الثيرابي او طول الثيرابي اقدر ان انا اختاره لكل المرضى. في مرضى سلكتف اقدر ان انا اقول والله عنده مشكله في الانجكشن احط له الاي بورد. ده فكره او شكل الاي بورد بيشتغل ازاي. القلم الانسولين او الحقنه العاديه خالص بتاع السمان بتاعتنا بتخش وتديله الدوز بتاعه. انديكيتد فور اول ايجز مع من 3 ايام ل 5 ايام. هي الاساس كله هي فكره، على فكره هو ده شبه الانسولين بامب اسمها. انا الانسولين بامب ما فيش سبيس، مثلا انا بحرق الانسولين بامب بحرق كل دقيقه ما عنديش مشكله.
طالما ان انا عندي الجلد او الجزء اللي انا حاطه ده هنا انفكت سكن، ما عنديش حاجه فيه مشكله، ما عنديش فايبروزس، ما عنديش عمليه كانت في المنطقه دي قبل كده، لان دي فاليد. انا لازم اختار مكان البورت اللي انا هحط البوابه بتاعته لدخول الانسولين الجسم، لازم اختاره بعدين. هو ده الاساس. هو اللي انا اخترته على المشكله لازم تتغير كده الدرجه كلها. اه طبعا احنا دايما بنعلم المرضى او الدكاتره دايما حتى في البامب لازم اعمل مابنج، لان هو مهما انا قلت انا عاوز احط مره هنا احط مره هنا احط مره الناحيه الثانيه وهيمشي على كده. ميزه الحاجات اللي هي زي الايكون او الكاني مثلا بتاع الانسولين بامب ان هو دايما راس مال مريض السكر جلدي، هو ده البورت اللي انا اقدر ان انا اشتغل عليه. لو انا عملت هقول اربع حقن في اليوم، حطيت اربع حقن في اليوم وركبت ده ثلاث ايام، انا وفرت 12 بريك، البريك مش وجع، انا بتكلم ان هي دي ماي مطلوب للجلد، فانا قللت الاماكن اللي انا بعمل فيها تروماتيك انجري 12 مره. فبس مش معنى كده ان انا احط في نفس المكان. زي بالظبط انا عندي زرعه جميله زي كده بقول انا عاوز ارميها فكل ثلاث ايام جايه احط ميه. هتموت، فهي نفس المكان، الجلد عندي نفس المكان، انا محتاج ان انا ده مش بس في الاي بورت على فكره، حتى في الانجكشن كل حاجه بنلاقي فيه نسبه ظهور الانسولين رهيبه مع الوقت نتيجه ان المريض دايما بيستريح ان هو بيدي في المكان. يمشي كل حاجه ويمشي بروس هرمون على فكره. ابحث ان انا بدخل الاي بورت من التوب زي ده شكله كده بالظبط، يعني ده الشكل اللي احنا المفروض نيدل عاديه او لا، وبتحقن في المنطقه دي. طبعا بينس بيبقى الكومبلاينس بتاع المريض احسن من شكل كتير. طبعا بيستخدمون احنا بنستخدمه كل انواع نفس الاستخدامات بتاع مرضى السكر مع زياده شويه حاجات السبكتينس انجكشنز. ايه الميزه؟ الكواليتي اوف لايف عندي بتبقى احسن كتير، عندي لس انكزايتي، دايما احنا بنشوف الاطفال الصغيرين بيبقى لفتره حتى الاولانيه في بدايه التشخيص بيبقى عنده رعب من الالم او الرعب من الكلام ده كله. بنلاقي ان انا امبروفز الكواليتي اوف لايف. انا النهارده لما كنت صغير كل ثلاث ساعات اربع ساعات اقول له تعالى حب الانسولين، انا بالنسبه لي الموضوع ده بيبقى اسهل بكتير. يعني يمكن زي ما بيقولوا انا ما شفتوش هنا، احنا لسه ما بدناش في مصر، بس انا شفت الدول كتير بتعاملت مع مرضى كتير زي السعوديه زي الامارات زي الكويت، الحقيقه النتائج بتاعته مع البيشنس اللي هم مش كانديديت للبامب فيري امبرسيف. ثالث حاجه عندي كونتينوس جلوكوز مونيتورنج سيستم، ده بيديني سمبلي يمكن الليفر سهل الموضوع شويه فري ستايل، بس ده يمكن شويه للبروفيشنال واي. انا النهارده زي فكره الهولتر بتاع القلب، هولتر القلب انا النهارده عاوز اشخص حاجات انا مش شايفها، فبعمل ايه؟ بركب السنسور بلايندلي لمده 6 ايام. ايه ميزه ان انا اقول والله ده بلايند وانا شايف هنا في عندي البامب عليها رايه سكر، انا مش عاوز اقول لي بامب رايه سكر، لان هو رايه سكر عشان اعمل كلينيكال جادجمنت واحدد جرعاتي، هو لو شاف القرايه هيتصرف، انا مش عاوز اتصرف، انا عاوز اساس البيز بتاعي مظبوط ولا لا، عاوز اشوف الام دي اي اللي انا بديها ماشيه بالشكل المظبوط على الكوركشن دوزز ولا لا. فالكلام ده كله انا بسيب السنسور اللي هو الشكل الصغير تحت جنب البامب، بسيبه لمده 6 ايام في جسم المريض يعمل كل الاكتيفيتيز بتاعته، ينزل يعوم يلعب كوره يروح يجي الكلام ده كله، بس في الاول انا باخد بعمل داونلود عشان اشوف الكيرف بتاعي. الكيرف بتاعي لازم خلينا هنا نشوفها، الريبورت بتاعي بيطلع لي حتى كمان مع الريكومنديشنز، السوفت وير بتاع سي جي ان الجديد دلوقتي بيطلع بروفيشنال ريكومنديشنز. فانا كل اللي انا بعمله بشوف الكيرف بتاعي، لو انا شفت مريض الاقي برضه يقول لك والله انا حللت اربع مرات في اليوم بس للاسف انا عندي مشاكل في عيني، والاربع مرات اللي انا بحللهم كل يوم ممتازين، بنلاقي ان ما بين الاربع مرات دول في جابس اريز اندر ذا كيرف احنا ما شفناهاش. فدايما واول ما ابتدينا على فكره اول ما ابتديت يمكن السي جي ام ده حتى في الدول اللي فيها تامين صحي بنقول لهم هاتوا دايما المريض كنترول، انت مقتنع ان هو كنترول خلينا نحطه على السي جي ام. لقينا ان المريض الكنترول اللي انا فاهم ان هو كنترول عنده تقريبا 30 40 في اليوم بتاعه مش وذن التارجت بتاعه، 30 40% ده رقم كبير للمريض كنترول. فالسايتس بتاعتنا كدكاتره لازم تبقى بيست على كلينيكال جادجمنت وداتا ريلايبل، داتا ريلايبل ما اقدرش اخد دلوقتي يعني نجر من اربع خمس مرات في اليوم ووصل للدكتور تقول ان الحدود دي هتطلع لي نتيجه اللي انا مستنيها.
حاجه بعيدا عن الترانس بتاعت الترانس تكنولوجي الدكستروجر الهايبرستركتشر دايما احنا بنشوف عندنا مشاكل كبيره جدا في الكاونتر ريليشن بتاع الهايبرجلايسيميا بالنسبه للاطفال. يمكن الحاجه اللي كانت موجوده كان موجود الجلوكاجون او موجود لغايه دلوقتي الجلوكاجون. ما اعرفش هل فينا حد جرب ان هو يدي الجلوكاجون ولا لا لطفل عنده هايبرجلايسيميا في البيت؟ صح ما تبقاش اكيد حتى للاطفال. فيمكن كل الترانس كل الاستاديز دلوقتي هي الهايبرستركتشر. ان انا دلوقتي لو مريض داخل مربوط قوي جدا بحط الجل ويبقى ابزورب من خلال التشيكس فده بيعلي عند السكر. طبعا مش بحط الجل وبسيبه طبعا 15 سوق يعني كل ربع ساعه لازم احلل واتاكد ان الدنيا ماشيه كويس. لكن ده ترند موجود في العالم كله. الحقيقه في مصر ريسنتلي بقى موجود كمان الاستروجين من ضمن الحاجات اللايف سيفنج. انا النهارده دايما احنا بنقول السكر هو حاجتين هو ارتفاع الهرمون كل اللي احنا بنتكلم فيه هو ارتفاع الهرمون نتائج واسباب هو ده علم السكر بالنسبه لي. النهارده لو عرفت ان انا اعمل كنترول على الهايبرجلايسيميا بشكل كويس وعرفت اعمل كنترول على الهايبرجلايسيميا من غير الريباوند بتاع الهايبرجلايسيميا ومن غير مشاكل الهايبرجلايسيميا الفيتا يبقى انا كده ماشي على سكسسفل تراينج. الدكستروجين التيوب سنجل يوز المفروض تستخدم مره واحده بحتاجه قلنا زي ما احنا بنقول في حالات الهبوط ده الشكل بتاع استخدامي. فاست اكتنج دكتور جيل ايزي تو يوز كاري نو بريبريشن اوبون يوسج افيلبل في المره. ده الدكتور جيل يمكن انا بشوفه من الحاجات اللي هي فيه مبالغ فيها ويمكن في السعوديه دلوقتي في فروز ان هم يتحطوا شنطه الحجر يعني عاوزين يحطوا تيوب مع كل حاجه لان هو فيه فلورايد وشوجر بلانت. فهو المفروض ان هو في كلام دلوقتي في كلام كان ان هو برضه كان في حته زي السعوديه والامارات مع الشده بتاعت العسير ان هو يتحط معاه. طب الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان انا كمريض سكر لازم يبقى عندي على الاقل تيوب واحده موجوده طول الدنيا الشخصي. وده زي ما احنا بنقول في معظم يمكن المؤتمرات اللي بتتعمل اي حاجه ريليتد بالهايبرجلايسيميا من ضمن الجايد لاينز المهمه جدا. انا حبيت الدنيا تبقى سريعه ما حبيتش ان انا اخش في تفاصيل كتير عشان لو في اسئله نتكلم فيها. التيوب دي ثمنها تقريبا في حدود 120 تقريبا برضه مره بس يعني هتبقى اسعار مش بص الانيوال مانتنس المفروض احنا بنتكلم كان المانسلي مانتنس بتتكلم في حدود تقريبا من 3 ل 3.5 شهر. بالنسبه للبروجكت اللي هو الناس غير قادره المفروض التكلفه الشهريه تتكلم في حدود تقريبا توتال 1600 1700 في الشهر تقريبا. في اسئله تانيه؟